جميع الأشخاص معرضون للعطب، لكن قدرة التحمل تختلف بين إنسان وآخر. وعلى الرغم من أن لا أحد منا يرغب أن يتعرض للأذى أو يشعر بالألم، لكن هناك بعض الأشخاص القادرين على التعامل مع هذا الألم وهذه الخيبات بصورة أفضل من غيرهم، حتى إن بعض الأشخاص مستعدون لأن يخاطروا بالتعرض للأذى إذا وجدوا أن ما قد يصل إليه يستحق المغامرة، وبالخصوص أن هؤلاء الأشخاص يعتبرون أن اختبار الألم من السنن الإنسانية التي ستواجه الجميع، وإن هذا الألم سيجعلهم يشعرون بطعم الحب والسعادة لاحقاً. وبمقابل هؤلاء الأشخاص فهناك فئة أخرى من الناس الذين يخافون كثيراً من أن يتعرضوا للألم والأذى، حتى أنهم مستعدون أن يبقوا ضمن دائرة ضيقة جداً يصنعونها لأنفسهم ويقومون بحمايتها جيداً، وبالتالي فهم لن يخرجوا من هذه الدائرة ولن يسمحوا لأحد بالدخول إليها. فمن هم هؤلاء الأشخاص الذين يخشون التعرض للأذى لدرجة تشل حركتهم وتجعلهم يتجنبون بشكل تام الوقوع في شباك الحب؟ وهل أنتم أحد هؤلاء الأشخاص؟ هذا ما سيخبرنا به الفلك من خلال الفيديو. تابعوا معي التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على الإعجاب. لننطلق. مواليد هذه الأبراج يتجنبون الحب خوفا من تعرضهم للأذى. على رأس القائمة برج الحوت. إن مواليد برج الحوت بطبيعتهم يملكون شخصية درامية جدا، وبالتالي هم يبحثون عن الفرص التي تجعلهم يشعرون بالحزن العاطفي. ومن المعروف عن مواليد هذا البرج أنهم ينجذبون إلى القصص الحزينة للحب التي يظهر منذ بدايتها أن نهايتها ستكون مؤلمة وحزينة. وليس هذا وحسب، لكن المشكلة أنهم من نوعية الأشخاص الذين يتعرضون للألم والحزن بكل سهولة، وبالتالي فإن أكبر مشكلة تواجه مواليد هذا البرج أن خوفهم الكبير جدا من التعرض للألم والأذى يدفع حياتهم العاطفية طوال الوقت للدوران في حلقات مفرغة. إن الطبيعة الرومانسية لمواليد برج الحوت من جهة، وخوفهم من التعرض للأذى من جهة مقابلة، يجعل موضوع الحب معهم مربك ومعقد جدا. فهم من جهة يتجنبون الوقوع في شباك الحب خوفا من آلامه ومن تعرضهم للأذى، ولكنهم من جهة أخرى وفي ذات الوقت ينجذبون إلى الحب الذي سيعرضهم للأذى بكل تأكيد. البرج الثاني على قائمة الأبراج التي تتجنب الحب خوفا من تعرضها للأذى، برج الأسد. يملك مواليد برج الأسد شخصية في قمة الغرور، لكن الحقيقة أن الأمر يشبه الفقاعة الضخمة جدا، فبمجرد أن يخدش أحدهم هذه الفقاعة الكبيرة فهي ستتلاشى وتختفي. ولأن مواليد هذا البرج يخافون من اختفاء هذه الفقاعة مع ما يعنيه ذلك من تعرضهم للألم والأذى الكبيرين، فهم يحاولون بكل قوتهم تجنب الوقوع في شباك العشق. إن مواليد برج الأسد من خلال حياتهم اليومية يعتمدون بصورة كبيرة على الآخرين بهدف الحصول على قبولهم ورضاهم وموافقتهم، لأنهم يرون بهذا الأمر ضمانا لهم كي لا يتعرضوا للأذى. وإذا ما أضفنا لهذه المعادلة حقيقة أن مواليد هذا البرج من الأشخاص الذين يمنحون ثقتهم للآخرين بكل سهولة، فإن تعرضهم للأذى أمر حاصل بالتأكيد، والمسألة لا تحتاج سوى إلى الوقت. صحيح أن مواليد برج الأسد يحتاجون إلى ذلك الشريك الذي يمنحهم حبه وعواطفه
ولكنهم بمقابل ذلك مدركون لما هم عليه بالضبط، وهم يعرفون أنهم سينهارون بمجرد تحطم الثقة مع الشريك. وهذا ما يدفعهم لتجنب كل هذه المعاناة من خلال تجنبهم للوقوع في شباك الحب. البرج الثالث على قائمة الأبراج التي تتجنب الحب خوفا من تعرضها للأذى، برج القوس. إن مواليد برج القوس من أولئك الأشخاص الذين يتعرضون للأذى بصورة متكررة، ولعل مواليد هذا البرج هم أكثر من سيدرك بشكل تام ما الذي نقصده بهذا الكلام. فهم على الأغلب أمضوا من وقتهم الكثير وهم يسعون لتضميد جروحهم العميقة التي أصيبوا بها سابقا، لكن أكبر مشاكلهم تكمن في عدم تعلمهم من تجاربهم السابقة، فهم يكررون ذات الأمور التي جعلتهم يتعرضون للأذى أول مرة. وبعد الكثير من الاختبارات السيئة يتعلم مواليد برج القوس الدرس الذي كان يجب أن يتعلموه منذ زمن بعيد، وعندها وعلى عكس طبيعتهم سينغلقون على أنفسهم ولن يثقوا بالآخرين بسهولة كما في السابق، وبذلك سنراهم يركزون ويتفرغون لأنفسهم ومغامراتهم بشكل كامل، وسيتجنبون الوقوع في شباك الحب. البرج الرابع على قائمة الأبراج التي تتجنب الوقوع في الحب خوفا من تعرضها للأذى، برج الحمل. إن خوف مواليد برج الحمل من التعرض للأذى من الأمور المنطقية، كونهم على تواصل كامل وكلي مع مشاعرهم ومخاوفهم، وبالخصوص تلك الأحاسيس التي تشعرهم بانعدام الأمان. وبذلك نلاحظ أن مواليد هذا البرج يدركون مكامن الخلل لديهم وهم يحاولون طوال الوقت العمل على التخلص منها. على الرغم من أن شخصية مواليد برج الحمل قوية وهم قد يمتلكون القسوة في بعض الأحيان، ولكنهم في الوقت ذاته حساسون للغاية، وهم لا يتعاملون مع ألمهم بأي شكل من أشكال التبسيط أو الخفة. إن مواليد هذا البرج يتوقعون الخيانة طوال الوقت من أي شخص يدخلون في علاقة معه، وهم يعتمدون هذه المقاربة لأنهم يرون فيها السبيل الأمثل لحماية أنفسهم، ولكنهم في ذات الوقت يحضرون علاقتهم للفشل. ولكن هذه المقاربة تمنعهم بشكل دائم من أن يختبروا مشاعر الحب والرومانسية الحقيقية. البرج الخامس على قائمة الأبراج التي تتجنب الوقوع في الحب خوفا من التعرض للأذى، برج الجوزاء. إن مواليد برج الجوزاء من الأشخاص الذين لا يمكن لأحد أن يصل إلى قلبهم، فهم يدورون ويرقصون على شكل حلقات حول مشاعرهم ومشاعر الآخرين، ولذلك فهم يتجنبون كل ما له علاقة بالمشاعر. وعلى الرغم من أنهم ربما يدخلون في علاقة ما، لكنهم في الوقت ذاته لن يسمحوا لقلبهم بأن يشعر بالحب، وسبب دخولهم في هذه العلاقة هو كي لا يبقوا بمفردهم لا أكثر. صحيح أن مواليد برج الجوزاء يدعون القوة، ولكنهم في حقيقة الأمر ضعفاء للغاية وسريعي العطب، وحتى يقومون بحماية أنفسهم فهم يحاولون التصرف بكل برودة مع الآخر، حتى أنهم يتصرفون بذات الطريقة مع جميع المحيطين بهم. ولأنهم لا يستطيعون التعامل مع الألم والأذى الذي قد يصيبهم، فهم يمنعون أنفسهم من اختبار جميع المشاعر، وبذلك يقومون بحماية أنفسهم. البرج الأخير على قائمة الأبراج التي تتجنب الحب مخافة الأذى، برج العقرب. إن مواليد برج العقرب من الأشخاص المهووسين بالسيطرة، حتى أنهم
مهووسون بالسيطرة على تلك الأشياء التي لم تحصل بعد، ومنها الأشياء التي يمكن أن يسببها لهم الآخرين. مواليد هذا البرج لا يستطيعون منح الثقة حتى لو رغبوا بذلك، فهذا الأمر فطري، وهم يفترضون مسبقاً خيانة الآخر وبأنه ينوي إلحاق الأذى بهم. ولأن التعرض للأذى يشكل هاجساً مخيفاً لمواليد برج العقرب، فهم يتعاملون بطريقة سيئة مع الآخر حتى وإن كان مشروع حب محتمل، وهذا ما ينهي علاقاتهم عادة بصورة مبكرة جدا. كانت هذه هي جولتنا مع ما يقوله الفلك حول الأبراج التي تتجنب الوقوع في الحب خوفا من التعرض للأذى. قدمناها لكم من قناتكم قناة رويش تي في. اكتبوا لنا في التعليقات، هل أنتم أحد هذه الأبراج وما رأيكم بما يقوله الفلك عنها؟ إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا مشاركته مع الأصدقاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتكم مشاهدة المزيد من الفيديوهات المقترحة حول عالم الأبراج التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. نلقاكم في فيديو جديد بحول الله، إلى اللقاء.